الفنان صلاح قابيل في قرية نوى صلغيط، وهي إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة، وفيها أكمل دراسته الثانوية، حيث التحق بعدها بكلية الحقوق في القاهرة، إلا أنه كان مولعا بالتمثيل مما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية. فبعد تخرجه من معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التلفزيون المصري، والتي قدم معها مسرحية شيء في صدري، اللص والكلاب، ليلة عاصفة جدا. تميز عمله بالتعددية، ولم يتخصص صلاح قابيل، فقام بدور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير. له حوالي 72 فيلما. أول أعماله السينمائية كان فيلم زؤاء المدأ في العام 1963، وهو ذلك الفيلم الذي شهد أول ظهور له بالسينما. وبعد ذلك ظهر صلاح قابيل بعدة أفلام، من أشهرها بين القصرين ونحن لا نزرع الشوك وغيرها الكثير والكثير. كان آخر فيلم له هو السجينة 67. كان له نصيب كبير في الشاشة الصغيرة، منها بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، بكيزة وزغلول، ضمير أبلة حكمة. توفي الفنان صلاح قابيل في 3 ديسمبر من العام 1992. رحم الله الفنان القدير صلاح قابيل. حضراتكم، مش هزود كتير عن التقرير اللي حاول يستوفي كل مراحل حياة الفنان القدير صلاح قابيل، لكن هنقول انه فعلا هو الشخص اللي استطاع تأدية جميع الادوار، الضابط، المعلم، النصاب، والطيب، والسياسي، وغيرها من الادوار اللي مش من السهل ان اي حد يقوم بادائها جميعا. هو طبعا فهمي بين القصرين، هو عباس الحلو في زقاق المدق، هو الرئيس زكريا، هو الشخصيات المحببه لقلوبنا اللي دايما بنفتكرها وبنفتكرها بالاسم، وده قلما يحدث بالنسبه لاي فنان قدم عمل فني. النهارده بيسعدنا وشرفنا ان احنا نتحدث عن صلاح قابيل من خلال تواجد ابنه معانا، الاستاذ عمرو صلاح قابيل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا، صباح الخير، وحضرتك منورنا. ويعني اعتقد ان مفيش حد يختلف على صلاح قابيل، كل الناس بتحبه وبتحب كل الادوار اللي قدمها، وخاصه انه علامات مميزه في تاريخ السينما او المسلسلات في التلفزيون. انا عايزه حضرتك تقول لي، او يعني مش عايزه تختصر لي طبعا، بس يعني عايزاك تقول لي صلاح قابيل في سطور. اولا صباح الفل وصباح الخير على كل الناس. هو صلاح قابيل اتولد في 31 سنه 1931 شهر يونيو، توفى في ديسمبر 92. وكان يعشق السينما ويعشق المسرح، وهو زي ما التقرير قال هو فعلا كان في كليه حقوق، وكان بيدرس معهد سينما على فكره، او معهد مسرحيه مع كليه حقوق من وراء اهله. فهو كان بعد كده بقى تبع كده تفرغ للتمثيل وكده، وهو كان التمثيل هو حياته كلها وعشقه، يعني كان فعلا يعني مش هزار بيعشق شغله، وكان بيحب شغله قوي، وما يقول لك انا ما اعرفش اعمل حاجه ثانيه غير ان ابقى ممثل. انبهاره يعني او دخوله في مجال التمثيل يعني كان سببه ايه؟ عمره حكى لك الفكره؟ لا، هو تقريبا من ايام المدرسه وهو غاوي موضوع التمثيل ده. طبعا انت عارف الحاجات دي ما بتجيش مره واحده، يعني بالذات الواحد يغير مستقبل حياته كله او يغير طريقه تفكيره وانه يخش يغير، ما تبقاش وليده لحظه يعني. صحيح. فهو من ايام المدرسه وهو في موضوع مسرح المدرسه والفرق المدرسيه والحاجات دي. صلاح قابيل كل الفنانين يقدروا يبداوا في ادوار بطوله، يعني دوره في زقاق المدق عباس الحلو دور محوري جدا ودور اساسي مع الفنانه شاديه وكوكبه من النجوم، وظل بقى على المنوال ده، وكل ادواره كانت ادوار مؤثره جدا في الافلام اللي بعد كده. كلمنا عن الدور ده، ويعني استقبالك ليه ايه، واستقباله هو كان شكله ايه؟ هل حكى لكم عنه وعن ظروفه؟ هو طبعا الدور ده زي ما حضرتك قلتي هو بدا كبير. صحيح. وفعلا بدا قصاد عمال كله، يعني
بس ادبنا الكبير الاستاذ نجيب فوز واخراج الله يرحمه اخراج الاستاذ حاتم امام الله يرحمه مع العظيمه مدام شاديه ربنا يديها الصحه يا رب وطول العمر. وبقى العظماء بقى يعني استاذ حسن يوسف ربنا يديه الصحه واستاذ يوسف شعبان يعني كوكب استاذ عبد الرؤى عصر واستاذ حسين رياض يعني مجموعه من الاستاذ حسن البارودي لا يعني مجموعه فنانين استاذ توفيق الداني يعني مجموعه مش عايز انسى حد يعني مجموعه فنانين جميله جدا هو دور محوري ودور بطوله قدام مدام شاديه طبعا كان الموضوع بالنسبه له صعب شويه وهو حقيقه برضو يعني مدام شاديه ربنا يديها الصحه كانت هي يعني ايه محتويات وهديها ولا خلي الموضوع بسيط وما تبقاش مخضوض وانت بتتعامل معاه وفعلا فرق معاه قوي كتير قوي يعني ده كان دايما بيحكي لنا الحته دي يعني بيقول لك لا يعني عارف الرهبه وهي كانت نجمه طبعا لامعه يعني الموضوع كان بالنسبه له رهبه كبيره قوي دي برضو بترجع للنجم او النجمه الكبيره اللي هي بتبدا يعني ايه تحتوي الفنان اللي قدامها او الفنانه اللي قدامها فبتبدا الامور تبقى ماشيه وطلع فيلم زي ما الناس شافته الحوار الجميل ده وقال لك ايه وقلت له ايه الحته يعني حوار تحسه يعني تحسه 1 2 يعني هما اتنين مع بعض لا كانت حاجه فيلم جميل والواحد فعلا الناس دي الفيلم ده لما بيجي لحد النهارده لو جه باستمرار برضو انا بشوفه بتقابل ناس كتير يعني كل الناس بتتابع الافلام مش عايز ابقى متحيز يعني لا 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 ده يعني حقيقه كل الناس بتتابع الافلام القديمه تقول لك يا عايزين فيلم ابيض واسود بقى نسهر عليه النهارده يعني الحقيقه كلها علامات مميزه وفارقه في تاريخ السينما المصريه ارجع واقول يعني حضرتك برضو كلمتني على صلاح قابيل الفنان انا عايزه صلاح قابيل الانسان الاب في عيلته كان عامل ازاي في اخواته كان عامل ازاي ايه اللي احنا ما نعرفوش عنه هو صلاح قابيل انا عندي انا الولد الوحيد الصغير انا عندي 3 اخوات بنات كبيره امال وفي دنيا وصفاء وانا اصغر واحد هو حضر احفاد من الاحفاد حضر يعني مجموعه من الاحفاد حضر كريم وحضر يسرى لا كريم وعمر وعلي في بقى بعد كده احفاد تانية وانا عندي زينه ما شافهاش طبعا 4 سنين صلاح قابيل وهو متجوز والدتي وما اتجوزش غيرها برضو يعني انا احب برضو اكد يعني في اشاعات اتجوز والدتي ربنا يديها الصحه طول العمر ما اتجوزش غيرها بس وانا ابنها برضو بس فعلا وسائل التواصل الاجتماعي دي بتعمل مشاكل كبيره جدا اللي ينساق ليها لازم نتاكد من المعلومات وناس تخش ترد وبرده الناس يعني وانا كذبت برده في كذا برده الناس بتكتب يعني صحيح. ربنا يرحم الجميع بس ما فيش اي حاجه زماله وصداقه مع ايا كانت لكن هو لا يعني دي انا برده بحب اكد عليها يعني طيب طبعه ايه كان عصبي كان هادي لا لا خالص بابا كان ما كانش عصبي خالص وكان يعني هو صاحبنا يعني انا وحتى اخواتي البنات يعني هو كان الصديق الصدوق انا بالنسبه لي كان دي يعني كانت نقطه مهمه قوي هو كان صاحبي قوي بحكي له كل حاجه بنتكلم مع بعض في كل حاجه في تفاصيل حياتي انا نفسي لو في اي مشكله عندي اي حاجه باخد رايه بستشيره وهو كان شخص يعني يحتوي حتى مع اصحابي يعني انا فجاه ممكن اروح البيت الاقي اصحابي قاعدين مع بابا ايه انت جيت امتى يا ابني ولا احنا قاعدين انا طب انا نازل طب احنا هنقعد شويه مع انكل يعني هو كان بصراحه شخصيه يعني رغم توفى 92 بس انا فعلا يعني هو كان اب سبق عصره حضرتك يعني كنت قريب منه جدا كنت بتسمع له الادوار واعتقد انك قلت ان شخصيه علام السماحي هي شخصيه قريبه جدا من شخصيه بابا الحقيقيه دي حقيقه ايه المشترك بينها وبين علام السماحي وقربك بيه وتسميعه للادوار معاك ده اكيد هو اللي اثر فيك وخلاك تحب الفن برضه دي حقيقه انا كنت بروح كمان معاه الاستوديو موضوع التسميع انا كنت على طول لان انا بحب اسهر يعني انا وبابا الله يرحمه كان سهير كان دايما يقول لي بص انت عايز تسهر اسهر بس تصحى في ميعادك يعني ما تضايقش حد في الصحيان ان انت لازم تبقى مسؤول عايز تسهر اسهر ما عنديش مشكله بس لو عرفت انك ضايقتهم الصبح في الصحيان اخواتك وكده مفيش سهر تاني فطبعا بفضل انا ايه لحد ما اقول طب والله هنقول لبابا هنقول لبابا دي فاقوم قايم بسرعه عشان معناه اني مش هسهر تاني فكنت انا بسهر معاه واقعد اسمع له فعلا اسف واخواتي سنه اكتر كنت بحضر معاه يعني مسلسلات كتير انا مسلسل مثلا بتاع دموع في عين واقحه اللي هو جمعه شوال الله تقريبا حاضر نص المسلسل ده كنت بسافر معاه كم مره عنده مسرح في بورسعيد كان بيقعد مسرح هناك سافرت معاه كان عندي 6 سنين قعدنا اسبوع مع بعض هناك فانا كنت بحب اروح معاه الاستوديو او البلاتو يعني زي ما بيقولوا كان يعني جو جميل قوي وطريقه الحياه انا كنت بحبها يعني ايه اللي قريب من رايان زكريا؟ انا سمعت حضرتك قبل كده بتقول ان هو قريب قوي من علام السماحي. علام السماحي هو ابن بلد الله يرحمه يعني هو كان في حتى في مسلسل في الرائعه تلال الحلميه الجزء الرابع لما كان يعني يوقف مع اهل الحاره معاه لما مش عارف في واجب ايه تلاقيه موجود في حته برضه راح شايل الكوفيه الحمراء عشان كان راعي عزا يعني حاجات لما عارف ان حد توفى هو بابا الله يرحمه كان كده لما راح ودفع الفلوس هو لمراته الاسطى زكريا في المستشفى فهو دي شخصيته الحقيقيه فعلا
ابن بلد، يعرف الاصول ويعرف الواجب، كان شخص متواضع جدا الحمد لله يعني، الله يرحمه ويحسن اليه. دي الحاجات دي بتاعته. فانا يعني ده المسلسل الوحيد فعلا انا قلت قبل كده الكلام ده، اللي لما بيظهر في اول ظهور ليه انا بعيط يعني، لان ده بابا. لكن هو بابا ما كانش مثلا وزير، ما كانش ظابط، ما كانش تاجر مخدرات، ما كانش حرامي، ما كانش نصاب. اه يعني بقول لحضرتك يعني هو عمل السياسه طبعا، عمله حلو قوي راقصه وسياسي، وعمله كمان في فيلم جميل قوي اسمه الوزير جاي. كان كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رجب. كانت حاجه يعني من الحاجات اللي هو نفسه كان بيحبها، ان هو كان دور صغير، هو كان طالع الوزير، الفيلم كله بيدور على الوزير جاي الوزير جاي. فكانت من الحاجات الساخره الجميله بتاعت الاستاذ احمد رجب الله يرحمه. مين كان اصدقائه من الوسط الفني وخارج الوسط الفني؟ من الوسط الفني هو كان الجيل بتاعه ودفعته طبعا، ربنا يديه الصحه رب طول عمر، عمي استاذ رشوان توفيق، في استاذ عزت العلايلي، استاذ الشعبان ربنا يديهم الصحه، دول كانوا الله يرحمه استاذ عبد المحسن سليم، دول كانوا يعني الجيل بتاعه اللي هم طلعوا مع بعض. في كان استاذ سامي كموم، يعني دي مجموعه كده، دول كانوا اللي طلعوا مع بعض وكملوا، وكانوا على اتصال دايما ببعض، ولازم في المناسبات في الاعياد انا دايما انا ارد، لان انا كنت ببقى مطبق بقى عشان اصلي العيد واقعد بقى ما اعرفش انام تاني، فافضل قاعد مش عايز اضيع فرصه يعني. فالتليفونات انا بقعد ارد على التليفونات دي كلها. من خارج الوسط الفني كان ليه خلاني الله يرحمهم، وكان ليه الله يرحمه رفعت سعودي، ده صديقه يعني، كان رجل اعمال اصحاب جدا من زمان، هو مصري يعني بس هو اسمه كده. بس ده المجموعه بتاعته. وقرايبنا يعني خلاني، في حد تاني اسمه انكل فاروق حسن، ده برضه قريبنا، بس هو يعني جو عائلي. طيب بابا برغم ان هو شخصيه متزنه جدا في الواقع وكمان في شاشه السينما، حتى لو قام بدور يعني ما كانش محبب، شخصيه غير محبوبه، لكنه في النهايه هو متزن جدا، ومع ذلك نجح لما قدم شخصيات كوميديه سواء في يوم عاصف جدا على خشبه المسرح او مسلسل بكيزه وزغلول. كلمنا عن الجانب الكوميدي في شخصيه بابا، وهل ده كان في الحقيقه برضه هو خفيف الظل ولا لا؟ هو كان دمه خفيف جدا على فكره، وهو كان مقتنع بحته ان الكوميديا كوميديا الموقف يعني، دايما اي يعني انجح افلام الكوميديا هي كوميديا موقف. ممكن تلاقي ممثل تراجيدي بس كوميدي في موقف معين، موقف كوميدي في الفيلم او في المسلسل ينجح الدنيا وياخد اللقطه زي ما بيقولوا من النجم الكوميدي نفسه يعني، او لو هو اساسا مش متخصص كوميدي، فهي كوميديا موقف. بس يبقى دايما الفنان الكوميدي اللي يبقى عنده الناس بتحبه وعنده قبول يعني، انت حتى في ناس حد تشوفيه ده دمه خفيف يعني، انت حباه فمتقبله منه. في ممكن تسمعي افيه من حد ممكن المتفرج مش حبه فيحس ان هو لا دمه مش خفيف. فدايما الكوميدي بالذات الكوميديان بالذات لازم يبقى عنده حته الناس حباه، فعارفه هو ايه حبيبك يبلع لك الزره زي ما بيقولوا يعني. فهي كده، لكن هو فعلا كان دمه خفيف حقيقه. انا فاكر مره كنت حاضر معاه مسرحيه بروح احضرها يعني، اسمها الحلم يدخل القريه. فهو طالع وهم عاملين بقى زي في قريه يعني، عاملين زي مولد كده وهو بيرقص، فهو بيرقص الكعبل. كعبل الحقيقه. فلما وقع على الارض راح عمل ان هو بقى ايه، وقع وراح عمل ان هو رقص على الارض وراح قايم. الناس بقى سقف طبعا، احنا فاهمين ان هو وقع يعني، هو وقع هو يعني هو مش قصدها يعني، هو حاول ان هو يغطي الموضوع، والناس بقى راح مسقفه يعني ان هو عمل حركه يعني رقص. طبعا هو رقص الحاجه هو وقع بصراحه. فهو دايما يعني حته الحضور او حته ان الواحد يبقى دمه خفيف في الطبيعه الناس هتتقبله. انا للاسف الوقت بيجري، فانا بس اخيرا كده عايزه اعرف مشاريع حضرتك، لان انا عارفه انك برضو ورثت الفن وعندك مشاريع نعرفها منك بسرعه، وننهي الفقره للاسف لان الوقت قصير قوي النهارده. والله حضرتك انا مثلت في كذا حاجه كده، انا غاوي التمثيل وبحبه جدا ومش مستعجل يعني زي ما بيقولوا، بس انا لما بيجي لي اي فرصه لاي دور انا بعمله ما بقولش حاجه، بقول لا انا عملت حاجه اكبر من كده. فانا مثلت حوالي 3 مسلسلات، عملت فيلم مشهد في فيلم برضه مش فيلم يعني عشان الناس بتفتكر، وعملت اعلانين يعني. ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله بنتمنى لحضرتك كل التوفيق. شكرا لحضرتك، وشكرا لكل الساده المشاهدين تابعونا، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد ومصر كده.